أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو التعريف الصحيح للحديث القدسي، وهل مثله مثل القرآن من جهة أن الله تكلم به؟ الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا هو الحديث القدسي، ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظاً ومعنى، يقول الله كذا، قال الله كذا، فالحديث القدسي من كلام الله لفظاً ومعنى، إلا أنه ليس مثل القرآن من كل وجه، ليس مثل القرآن، لا يتعبد بتلاوته، ولا ما هو مثل القرآن، ولا يقرأ في الصلاة، ولا يشترط الطهارة لمسه، وإن كان الله تكلم به، هذا خاص بالقرآن، وإلا فهو الحديث القدسي إذا صح فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.